أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أجداء بيننا وبينكم الجناح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 63 من دروس شرح ملحة الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الأحد الموافقة 12 من شهر ذي القعدة. وأخذنا في آخر يوم الكلام على كان وأخواتها، وأنها تعتبر من النواسخ الداخلة على المبتدأ والخبر، وأنها تعمل ماذا؟ بشرط وبغير شرط، منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بغير شرط، وهو الأكثر. الذي يعمل بغير شرط هو ماذا؟ هو الأكثر، هو الأكثر. ماذا تعمل كان وأخواتها وأخواتها؟ نعم، ترفع الاسم وتنصب الخبر. سنت عكس إنها، عكس إن. وكان وأخواتها كلها أفعال، وإن وأخواتها كلها ماذا؟ حروف، كلها حروف. وخبرها يأخذ حكم خبر المبتدا، خبر هذه الأفعال يأخذ حكم خبر المبتدا من حيث تقسيمه إلى مفرد وغير مفرد. وهكذا يجوز في خبرها ماذا إخوانه؟ أن يتوسط وأن يتقدم، أن يتوسط بينها وبين اسمها، وأن يتقدم عليها وعلى اسمها يجوز، وأحيانا قد يجب. التوسط جائز وأحيانا قد يجب، والتقدم جائز وأحيانا قد يجب، والتأخر هو الأصل، هكذا هو الأصل، وقد يكون أحيانا واجبا. التأخر على الأصل قد يكون ماذا؟ واجبا. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ متى يكون الخبر مؤخرا وجوبا على الأصل؟ عندما عندك مثل، نحن الآن في التأخير، كان زيد عالما، ما يعرب عالما؟ خبر، هل هو مؤخر جوازا أو وجوبا؟ جوازا، لأننا نستطيع أن نوسطه وأن نقدمه. فمتى يكون الخبر مؤخرا وجوبا على الأصل؟ متى يكون متأخرا وجوبا؟ ها، من عنده جواب؟ يكون متأخرا وجوبا في صور، في صور، منها إذا كان محصورا، إذا كان الخبر نفسه محصورا، مثل ما كان زيد إلا عالما. هنا أردنا أن نحصر ماذا؟ أن نحصر الخبر فيتأخر على أصله وجوبا، هكذا ما كان زيد إلا عالما. وأيضا عند اللبس، عند خفاء الإعراب، عند خفاء الإعراب يكون الأول اسم مقدم وجوبا، ويكون الثاني خبر مقدم ومؤخر وجوبا. مثاله
كان موسى صديقي، كان موسى رفيقي، كان موسى رفيقي. ما يعرب موسى؟ اسم كان مقدم وجوبا، مقدم وجوبا على الخبر، ورفيقي خبر مؤخر وجوبا، مؤخر وجوبا. على كل التأخر والتوسط والتقدم ينقسم إلى أقسام، فيه الجائز وفيه الواجب وفيه الممتنع. طيب، هذه الثلاثة الأمور في الثلاثة الأحوال: التأخر والتوسط والتقدم، تنقسم إلى ثلاثة: جوازا ووجوبا وممتنعا. واضح؟ عرفنا الجواز والوجوب، فالممتنع متى يمتنع؟ مثلا تأخر الخبر في الموضع الذي يجب فيه تقديم الخبر. واضح؟ الآن مثلا كيف كان زيد؟ ما يعرف كيف؟ اسم استفهام في محل نصب، خبر مقدم وجوبا. في هذه الصورة يمتنع التوسط ويمتنع التأخر. في هذه الصورة التي يجي فيها التقديم يمتنع التوسط ويمتنع ماذا؟ التأخر، وهكذا. والحالة التي يجي فيها التوسط يمتنع التقدم ويمتنع التأخر، والحالة التي يجي فيها التأخر يمتنع ماذا؟ التوسط والتقدم. ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. قال الشارح رحمه الله: أي أن كان تستعمل ناقصة، أي تفتقر إلى خبر، وهذا تفسير النقصان. إيش معنى ناقصة؟ تحتاج إلى خبر، لا تستغني بالاسم عن الخبر، هذا تفسير الناقصة، أي تفتقر إلى خبر كما سبق. وقد تستعمل تامة، والتامة ضد ماذا؟ ضد الناقصة، أي غير. وقد تستعمل تامة أي غير محتاجة إلى خبر، وهذا فيه تفسير التمام. متى تكون تامة؟ إذا كانت مستغنية عن الخبر، اكتفت بمرفوعها، اكتفت بمرفوعها. قال: ويصير الاسم فاعلا لها. ما نقول اسمها؟ يصير الاسم ماذا؟ فاعلا لها، كقولك كان المطر أي وقع. كان المطر، هل هذه جملة مفيدة؟ ها؟ مفيدة إذا كانت كان بمعنى حصل، بمعنى حصل أو حدث. كان المطر بمعنى حصل المطر، كان المطر، وقع المطر، هذه الجملة تكون مفيدة، وحينها تستغني كان
عن الخبر، لأن المعنى قد تم بها مع اسمها، ولا يقال للمرفوع اسمها بل يقال له ثاعية إذا كانت تامة لا تحتاج إلى خبر، ويكون المرفوع فاعلا. قال كقولك كان المطر أي وقع، كقولك قام زيد، وهكذا حيث كان معناها حدث أو وقع أو ماذا أو وجد عندنا أو جد، لا وجد، حدث وقع وجد، فهي تامة من باب الفعل والفاعل. ونفث هنا بمعنى لفظ، قال الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء، إذا كان الشتاء فأدفئوني، كان هنا تامة والشتاء فاعل، وهي بمعنى حصل وماذا وقع وجد. وإذا كانت بمعنى وجد ليس معنى أنها تحتاج إلى نائب فاعل، لا، وجد بمعنى ماذا أنها تحتاج إلى فاعل، لأنها ناقصة، أقصد ماذا تامة، لأنها تامة غير ناقصة. والآية التي في سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هنا كان تامة وذو عسرة فاعل، ما في خبر هنا، وإن كان ذو عسرة فنظرة. قال الشارح تنبيه، ولا يختص ذلك بكان بل وسائر أخواتها كذلك، هذا الحكم وهو أن تكون تامة ليس خاصا بكان، بل سائر أخواتها تستعمل كذلك، وسيأتي معنا ما يستثنى منها. قال نحو فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، الشاهد تمسون وتصبحون، أمس هنا تامة لأنها بمعنى الدخول في المساء والدخول في الصباح، إذا كانت بمعنى الدخول في الصباح والدخول في المساء ومثلها أضحى الدخول في الضحى تكون تامة، تامة وما بعدها فاعل ولا تحتاج حينئذ إلى خبر. قال وما دام في السماوات والأرض، هنا دام تامة بمعنى بقي ما بقيت، وكان وأخواتها إذا استعملت تامة تكون بمعنى فعل لازم، تكون بمعنى فعل لازم، إيش معنى لازم؟ أي يحتاج إلى فاعل فقط ما يحتاج إلى مفعول، مثل كان المطر بمعنى حصل المطر وقع المطر، هذا فعل لازم ما تحتاج إلى مفعول، كان هنا ما تحتاج إلى مفعول، إذا استعملت كان وأخواتها تامة كانت بمعنى فعل لازم، بمعنى فعل لازم، دخل في الصباح، دخل في المساء، بقي ونحو ذلك. قال إلا ثلاثة أفعال، هذا يستثنى من ماذا يا إخواني؟ من التمام. إلا ثلاثة أفعال وهي ليس وما دام وما برح، فلا تستعمل إلا ناقصة، يعني ما تستعمل
تامة. هذه الأفعال تستعمل تامة إلا يعني كان وأخواتها إلا هذه الثلاثة فإنها ملازمة للنقصان. وفيها خلاف ما هو متفق عليها, ليس متفق عليها فيما أذكر, وما دام وما برح فيها خلاف, لكن الصحيح الذي عليه جمهور النحويين أن هذه الثلاثة ملازمة للنقصان. إيش معنى ملازمة للنقصان؟ يعني تحتاج خبر, ما تكتفي ماذا؟ بالمرفوع, ما تكتفي بالمرفوع عن المنصوب, بل تحتاج إلى مرفوع ومنصوب, وتكون حينئذ ناقصة لأنها احتاجت ماذا؟ إلى الخبر, ليست تامة. فعل ماضي ناقص إذا كان محتاج إلى خبر, وإذا كان تاما فعل ماض تام. إيش معنى النقصان؟ عدم الاستغناء عن الخبر, والتمام الاستغناء عن الخبر. أيوة, هذه الآية مثل بها لدامة التي ما عملت, هي لا تعمل إلا إذا كانت تقدمتها ما المصدرية الظرفية, فإذا كانت ما مصدرية غير ظرفية فلا تعمل, لا تعمل كهذه الآية. قال فلا تستعمل إلا ناقصة. قال المصنف رحمه الله والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر, أي وتختص ليس دون غيرها بجواز دخول الباء على خبرها كما مثل به, ومنه أليس الله بكاف عبده, يعني الشاهد بكاف, الباء يقال لها صلة وتوكيد, وكاف خبر مجرور لفظا مرفوع تقديرا لأنه معرب. تقدم معنا أن الإعراب المحلي يكون في المبنيات, الإعراب المحلي يكون في المبنيات, وأما المعربات فالأحسن أن يقال مجرور لفظا مرفوع تقديرا, ولا يقال مرفوع محلا على المختار, وإلا فيه يوجد من النحويين من يعبر بكلمات محلا, لكن يقولون أن الإعراب المحلي إنما يكون للمبنيات. واضح يا إخواني؟ الإعراب إما لفظا وإما تقديرا وإما محلا. الإعراب لفظا ومحلا خاص بالكلمات المعربة من أسماء وأفعال, والإعراب المحلي خاص بالمبنيات من أسماء وأفعال. وعلى هذا كلمة كاف معربة, فالأحسن أن نقول مجرور لفظا مرفوع ماذا؟ تقديرا, ما دام أنها كلمة معربة. يقال مجرور لفظا منصوب مثلا تقديرا, منصوب تقديرا, وفي المبنيات يقال ماذا؟ مجرور لفظا ماذا؟ منصوب محلا, أو نقول مبني, ما نقول مجرور لفظا, نقول مبني في محل نصب. طيب, يعني لو قلت ليس زيد بالذي يسرف, مثال ليس زيد بالذي
يسرف، الباء هنا زائدة، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب خبر ليس، ليش نقول في مبني في محل؟ لأنه مبني، لكن لو قلت ليس زيد بالسارق، ليس زيد بالسارق، وكمثال مصنف ليس الفتى بالمحتقر، المحتقر والسارق كلمتان معربتان، وعلى هذا فيقال مجرور لفظا منصوب ماذا؟ تقديرا، لأنه معرب. ومن قال منصوب محلا سهل، قد عبر بهذا بعض النحويين، لكن الأحسن والمختار في نظري أن هذا القول أحسن. قال تنبيه: المراد أن الباء تختص بليس في الخبر دون غيرها من باب كان، لأنها تدخل على خبر ما النافية كثيرا وخبر لا قليلا، التي هي الباء. وإذا دخلت الباء على خبر ليس، انتهينا من الأول يا إخواني، والباء تختص بليس في الخبر، هل هذا خاص بليس أو أنه يدخل على غيرها؟ فيها خلاف، مسألة فيها خلاف بين النحويين، والصحيح أنه يجوز أن تدخل على غيرها من أخواتها، يجوز أن تدخل على كان مثلا، على كان، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجل القوم، الباء هنا زائدة، وتقول ما كان زيد بكاذب ولم يكن بسارق، الباء تدخل على كان أيضا لكنه قليل، وإلا فالكثير المتكاثر في كلام العرب أن الباء هذه تدخل على خبر ليس وعلى خبر ما وعلى خبر لا، على هذه الثلاثة الأمور، وليس بكثرة، ليس بكثرة، تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وهكذا أليس الله بأحكم الحاكمين، تدخل على ليس بكثرة، تدخل على ليس بكثرة، وبعدها في الأكثرية على ما، ما التي تعمل عمل ليس، ستأتي معنا في الباب الذي بعده، وعلى لا، وأيضا تدخل على ماذا؟ كان، على كان. وعلى كل يستطاع أن يقال إن الباء تختص بالخبر المنفي، بخبر ماذا؟ الخبر المنفي، خبر ليس وخبر كان وخبر ماذا؟ ما وخبر لا، ليس بكثرة، وما بعدها في الأكثرية، وبعدها لا، وبعدها كان، هذا على حسب الترتيب فيما أعرف. طيب انتهينا من هذا. مسألة: قال وإذا دخلت الباء على خبر ليس وعطفت عليه اسما كقولك ليس زيد بقائم ولا قاعدا، جاز نصب المعطوف باعتبار محل المعطوف عليه، وجره باعتبار لفظه، يعني يجوز أن تقول ليس زيد بقائم ولا قاعد، ويجوز أن تقول ليس زيد بقائم ولا قاعدا، ولا قاعدا ولا قاعد، فإن جررت عطفت على اللفظ، عطفت على اللفظ وهو مجرور لفظا منصوب تقديرا مثل المعطوف عليه، وإن نصبت عطفت على المحل، على المحل، لأننا نقول مجرور لفظا مرفوع تقديرا،
وإن شئت قلت محلا على تعبير ماذا؟ على تعبير بعض النحويين. وعلى كل إن المحل محل نصب، وإذا عطف على محل الشيء جاز مراعاة اللفظ ومراعاة المحل كما تقدم معنا. قلنا يجوز أن نقول ماذا يا إخواني؟ مررت بزيد وعمر وعمرا، مررت بزيد وعمر وإيش؟ وعمرا، عمر معطوف على اللفظ وعمرا معطوف على المحل. قال: ومن النصب قول الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدا، شاهد ولا الحديدا، عطف بالنصب على المحل. ويجوز أن يقول ولا الحديد عطفا على اللفظ، لكنه عطف على المحل. لسنا ليس فعل ماض ناقص، ونا اسمها، والباء حرف جر زائد، والجبال مجرور بالباء لفظا ومنصوب تقديرا أو محلا على تعبير بعض النحويين، والواو حرف عطف ولا نافية لتأكيد النفي الأول، والحديد معطوف على ماذا؟ على محل الخبر، فإن محله نصب. وبهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من كان وأخواتها، وبقي لها أحكام كثيرة تعرفون، والأبيات مختصرة. أبيات ماذا يا إخواني؟ مختصرة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.